أولاد وبنات مخترعات ومخترعين هايلين جدا، كل واحد بالفكر بتاعه، كل واحدة بفكرها، بيعملوا لوح تدل على الذكاء وعلى الاستعداد، ان الواحد كل واحد فيه بيبقى مخترع كل في مجاله. لها شيء مفرح، وان شاء الله لما يكبروا هيبقوا ناس نافعين في الوطن وفي الكنيسة ان شاء الله. وريهوني كده، جايب الصور دي منين؟ من على النت. يعني انت جايب عامل كات وبيست، تاخد حاجات بس وضفتها حلوه، حطيت الموسيقى بتاعتها. في حاجات كده جايب صوت معلمين، يعني مثلا يكون في مرض هم يقولوا مع المرض. لكن ما حطيتش موسيقى وانت بتدخل على الكنيسه كده، موسيقى وبور ولا كده مرقوط ولا حاجه؟ فكر واعملها تبقى زي الفل وحلو. تجيبها برضو كات من حتة بقور وتحطها. برافو عليك، شاطر قوي. لك القوة والمجد والبركة لله الأبد آمين. برافو عليك. وبتشرح بقى الصلبان دي شكلها ايه؟ لا، الصليب اللي في النص ده بتاع ايه؟ الصليب الكبير للسيد المسيح. برافو عليك، شاطر. وبحب برنامج صلصاليكو وتيجو بوكس والترانيم، وبحب الترانيم اللي عليها وسؤال يعني صلصاليكو وتيجو بتاع احلى سيلفي وكل البرامج فيه. احب اتفرج على تيجو بوكس وصلصاليكو وميرا صلصاليكو وهيا نرس. برنامج صلصاليكو بحب هيا نرسم وصلصاليكو وتيجو بوكس. بتفرج على صلصاليكو وبحب الترانيم أوي اللي في كوجي. صلصاليكو كوجي لكن جول، كوجي لكن جول، كوجي لكن جول، كوجي لكن جول، كوجي لكن جوري، كوجي لكن جوري، كوجي لكن جوري، كوجي لكن جوري. بنشكر ربنا، بنشكر اللي بيتعبوا من أجل هذا المهرجان اللي قداسة البابا شنود الله ينيح نفسه كان كلف مجموعة بالبداية في سنة 2000، وكان عدد بسيط المشتركين وأنشطة بسيطة، لكن بنشاط نيافة الأنبا موسى الأنبا رافائيل، نشاط دلوقتي بقى ملايين،
كل البلاد في العالم كله بكل اللغات، وأنشطة كثيرة جدا جدا، وياريت اللي عنده فكرة نشاط يقولها عشان تضاف إلى هذا المهرجان. ولو أني عارف أن تقريبا أخذ كل أنشطة الإنسان مهما كانت هذه الأنشطة. وإحنا لاحظنا أن في أطفالنا الصغيرين عندهم مواهب في الفنون بأجمعها، سواء فن اللحن أو الترنيمة أو التمثيل أو الفنون اللي هي الرسومات والحاجات بالماكتات أو الفنون اللي هي إلكترونية. إن شاء الله نتبنى بعض من هؤلاء اللي عندهم إمكانيات وإمكانية أن هو يبتكر ويخترع ويكون عنده مواهب متنوعة. الكنيسة فيها لجنة اسمها لجنة المواهب، لجنة مجمعية، إن شاء الله تتبنى المجموعة دي ويطلعوا ناس يخدموا البلد ويخدموا الكنيسة ويخدموا العالم كله بالإمكانيات والمواهب. الحقيقة أنا مبسوط جدا، إحنا دخلنا زي ما يكون خلية نحل، ودي بتؤكد لنا أن كنيستنا كنيسة أم ولود، والنشاط فيها دائما متوالد يعني باستمرار ينمو. ونلاحظ أن أطفال حضانة شغالين، والجامعيين والخريجين، وحتى محو الأمية، وكل فئات الشعب داخلين فيها. لا شك أن ده مجهود رائع بنشكر فيه أولا قداسة البابا شنودة، اللي هو طبعا الله ينحى نفسه اللي هو عمل هذا المهرجان وبداه، وبيكملوا يا قداسة أبينا ورعينا معلمنا الصالح البابا الأنبا تغدروس الثاني، ونشاط أيضا إسقفية الشباب وكل ما العاملين فيها. ربنا يعوض الكل ويعوض اللي تعبوا، والخدام والخادمات المشتركين والأباء الكهنة المشتركين، رهبان والأساقفة طبعا اللي هم بيشجعوا الأنشطة عندهم. لا شك أن هذه الأمور مفرحة. الأجانب لما بيجي يشوفونا بيقولوا كنيستكم كنيسة شابة، احنا عندنا الكنائس بتاعتنا كنيسة ناس العواجيز. تقولوا بنشكر الله كنيستنا أم ولود ودائما تهتم بجميع فئات الشعب. ربنا يعوض كل اللي تعبوا وينمي هذا العمل وينشره أكتر وأكتر.